كنت متوقعة ان انا كنت هبقى من 10 وواثقة، يعني كنت واثقة. الأغنية بتاعتي محتاجة طبقات عالية شوية وفيها عرب كتير، فتدربت كتير وفوكاليز بقى وحاجات كده. اسم حضرتك؟ دعاء سمير. اهلا بيك. اهلا بيك. بتشتغلي ايه يا دعاء؟ مدرسة موسيقى ومتخرجة من تربية موسيقية. يعني مدرسة موسيقى ده اللي حببك في المجال، ولا انت ده بتدرسي موسيقى عشان بتحبي مجال الموسيقى؟ لا، هو انا اصلا كنت بغني الاول علشان كده دخلت تربية موسيقية. اوكي. بس انا ما بحبش مهنة التدريس عامة يعني. وفي آلات موسيقية معينة بتحبيها؟ أعزف بيانو، وبيانو يعني ده الأساسي. اشمعنى اخترتي حاجة لأحمد باتشان النهاردة؟ حسيت ان الأغنية حلوة قوي وفيها مقامات يعني فيها طلعات كتير وهتبين الصوت أكتر. يلا بالتوفيق. احسنتي جدا. احسنتي. بس انا عندي راي، معلش انا اسف. انا حاسس ان اختيار الاغنيه مش صح. ليه؟ حاسس القرارات ما بتوصليش للنوتة اللي في الاخر، الركوز مش مظبوط.
بس اما طلعتي يعني اما طلعتي عالي هبطتي حبه بس برضو في الاول الحته الاولانيه بالظبط. احنا لازم اما نيجي نختار اغنيه لازم نختار الاغنيه اللي احنا نبقى حاسين ان هي مش هتظلمنا في حاجه بالزبط. يعني انا هغني الاغنيه اللي تقدمني قدام الناس بالشكل السليم. ده الصوت الجميل يا دعاء وربنا يوفقك وخامه جيده جدا. يمكن زي ما توما قال اختيار الاغنيه ممكن يكون ظلمك شويه انما ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. بالنسبة لأدائي لا أنا حاسة أن أنا كنت ممكن أعمل أكتر من كده بس خلاص يعني الحمد لله. خايفة وقلقانة طبعا من النتيجة عايزة أعرفها ويعني أحاسيس كده مختلفة داخلها في بعضها.